فوجئنا قبل قرابة أسبوعين باتصال هاتفي من الإدارة العامة لشؤون الجنسية في أبوظبي، وأخبرنا بعد ذلك بأنه قد صدر قرارا أو مرسوما بسحب جنسية 6 من المواطنين. إن سحب الجنسية معناه أنه لا يمكنك أن تسافر، ولا يمكنك أن تقود السيارة، ولا يمكنك أيضا أن تعالج في أي مستشفى حكومي، ولا يمكنك أن تستخرج رخصة تجارية، ولا يمكنك أن تتوظف في أي وظيفة، ولا أن تعمل لك عملا خاصا، ولا يمكنك أن تتعامل مع البنوك، لا تتعامل مع مالك، ولا تتعامل مع ما يعني تملك. معنى ذلك أن تبقى بلا هوية، بلا إثبات، بلا أي شيء يدل على كيانك، على كينونتك، على هويتك. معنى ذلك أن تقف دون أن تعمل أي شيء.